هلا وصلنا لفقرتنا الأخيرة، وفقرة بتهم كل السيدات والصبايا. أكيد نور، رح نحكي اليوم ويمكن ذكرنا ببداية حلقتنا أنه فصل الشتاء بيأثر بشكل كبير على كل الجسم، وخصوصا الجفاف مع البرودة اللي بيكونوا موجودين بالطقس، وعوامل أخرى من اللي خليني أقول العوامل المنزلية أيضا، العمل بالمياه بين مي سخنة ومي باردة مع السيدة، هذا كله بيأثر على شيء كتير مهم بتحبه السيدة، ومثل ما بيقولوا عمل اي شيء بس ما تكسر ظفر. اليوم شو قلت لك انا؟ كله الا الظفر. فالاظافر شيء كثير مهم لجمال السيده وصحتها، شيء كثير اساسي. خلينا نتعرف بالشتاء قديش ممكن تتاثر وكيف ممكن نحافظ على عنايه. اكيد سلمى، والصبيه او السيده السوريه بتحاول تحافظ على مظهرها وجماليته، والاظافر جزء اساسي، يعني مو بالضروره تروحي على صالون تعملي اظافيرك وتتكلفي، لا فيكي بالبيت تحافظي عليهم، لانه اساسا هذا الفصل بيعمل اختلاف مناخي، بصير في جفاف اساسا بالجسم بشكل عام بيأثر على الأظافر. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا خبيرة التجميل إلين الهامس. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، ومثل ما عم تحكوا أكيد هذا الفصل بيأثر على الأظافير، ومنضل عم نهتم بحالنا وندهون الكريمات ومنلحق حالنا وبيضل بيتكسروا. أي يعني هي مشكلة أساسية، لأنه بهذا الطقس البرد والدفى بقلب البيت بخلي الأظافير تتشقق تتكسر تصير رقيقة أكثر، وكمان عم بين الجلي وبين المي الباردة ومي سخنة والحمامات، كمان هذا كله بيأثر على الأظافير، فبيتعرضوا للتكسير للتشقق هذا كثير. وكل البنات لك يعني بينكسر قلبي بتتضايق وبتغير المود تبعها بس ينكسروا الاظافير. صحيح، يعني انت عم تحكي وانا عم بسمع باذني الكنترول، فحتى المعده عم تقول بينكسر قلبها للبنت ولا بينكسر اظفرها بنفس اللحظه اللي انت عم تحكي عنها. صح، والمخرج يمكن عم يضحك علينا هلا بينه وبين اكيد عم بيقول يا لطيف يا لطيف، لانه هن بتخب البنات ما لها علاقه، عم بيقول يا لطيف يا لطيف كل هاد. ايه والله كل هاد. فخلينا نحكي اليوم العنايه، ابسط طرق العنايه بالاظافر، ويمكن نحن وعينا على شيء اسمه مقوي اظافر. صح، حطي مقوي كل الوقت حتى لو ما بدك تحطي لون يعني على الأطفال. هلا بدنا يعني هلا اغلب الصبايا بتقلك كل لون، مو الاغلب كله بيحط مقوي على اظافيره، بس تختلف من صبيه لثانيه. في صبايا بحطوا مثل مقوي شفاف فيه شويه زيوت فورمول وهالقصص على الاظافير مشان تحميها. هلا ما انه صح انه نحط فورمول، لانه الفورمول بيأذي. صحيح، اذا كانت نسبه التركيز تبعه عالي بيساوي فراغ بيساوي فطور. فيها الصبيه تهتم بالاظافير بامور طبيعيه، مثل انه تحط زيت الليمون كثير بيفيد للاظافير، تحطهم يعني تدهنهم تعملهم مساج وتحطهم بقلب كفوف وتنام، يعني بقويهم. شو يعني بدنا نحكي، بدنا نحط مانيكير نعمل حمايه، بس مو كل الصبايا بتحط، بس لازم يكون في طبقه حمايه، بس لازم يكون في طبقه يعني حمايه، لانه هي اساسا بتلاقي مثلا مع فصل الشتاء بتلاقي بتجفاف وبتلاقي بيرق الظفر بيصير فورا قابل للانكسار، بيرق وبينقشر، بتحسي في ماده يعني بيقشر. واساسا شغل الصبيه دائما شغله بالبيت، يعني ربه الاسره والمنزل، فبتحاول تحافظ على نوعا ما على جماليه ايديها من بيناتهم. اكيد اكيد. كيف يعني فينا نقول غير طبق يعني مثلا زيوت، طبقه حمايه من اي مناكير عادي ممكن الواحد يحط؟ اكيد، وفينا احنا دائما بننصحهم انه يكونوا الاظافير بالشتاء قصار، اقل يعني مو صار لعند اللحم اللي بتحب اظافيرها مرتبين حلوين، متوسط مشان ما وقت ينكسروا لعند اللحم وتنزعج منهم، تبردهم كل اسبوع ولو برده خفيفه، وتبردهم باتجاه واحد مو رايحين جايين، مشان ما تخلي انه التشققات تتمدد لتحت. ايه يعني هي الامور، تحط تضل ترطب، تحط كريم على ايديها، وكمان تحط على اللحميات. بحال نحن نعمل لحميات ما نجور على اللحميات اللي حوالين الظفر، لانه كمان هي اللحميات هي اللي بتحمي الظفر من التكسر والهي، بحال انه ما انا حابه تروح على الصالون. يعني هي الاطراف الجافه حوالين الظفر فيها تشيلهم بطريقه ناعمه، بالنقع بالملاح البحر،
تنقع ضفيرة لحالهم بيصير ببينوا هدول اللحميات اللي عم تزعجهم. أكيد. ويمكن اليوم عم نشوف في كتير سيدات، ويمكن الظروف أيضا الاقتصادية بتلعب دور، مو كل سيدة قدرانة، بنعرف قديش هي روح على مكان للتجميل قد بمكلف هو حاليا، ولكن في سيدات هلأ صاروا يقولوا أنه بدي أرجع مثل أيام زمان، تجيب زيت زيتون تدهن ايديها بزيت الزيتون، صح. بتجيب ليمونه بعد ما تخلص عصيره تمسك الليمونه بتفرك ايدها فيها. فهدول الشغلات صحيين قديش ممكن هن يكونوا مثل ما قلتي انت، قلتي زيت الليمون، قلتي الزيوت الكريمات، فهي اذا عملت هدول الخطوات البسيطه بتقدر تحمي أكيد نفسها. اكيد 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 فيها تحمي نفسها وبتساعدها. ونحن بلا يعني بلا شك اي صبيه بتقوم بمبادره زيت ولا هالامور هي، او صار هلا هذا اي شيء متوفر على النت، يعني بتطلعي انه خلطه للاضافر دغري بيطلع لك كل شيء، صرتي انت عم تعملي لحالك، ما في داعي انك تروحي على محل او تتكلفي. هي الشغلات بتفيد اكيد، بس مثلا في عندك عالم هن يعني طبيعه الاضافير تبعهم كثير رقيقه، هي ما بتقدري تعالجيها لا بالبيت ولا زيوت ولا هي في نقص فيتامينات تماما، يعني بدها تشوف انه كلس دكتور مشان انه يكون قليل الكلس عندها. في عندك عالم نتيجه التركيب المستمر ونشيل الاضافير ونشيل الاضافير بطريقه غلط، هذا الجلش بياثروا اكيد في لهم تاثير، بس بحال انشالوا بطريقه غلط، يعني اذا انبرد الضفر زياده عن اللزوم بيأثر، بيتعب الضفر وبيكسره وما بعرف. لأن عملية تغيير وتنظيف هي من خلال برد الطفل. برد الضفر. إذا كان مو صحيح ممكن يأثر. هلأ بينبرد هو الطبقة الخارجية وبنحط مادة بتشيله دغري، أما بحال انبرد زيادة عن اللزوم رح ينأذى الضفر وبتنأذى وبدها سنة لحتى ترجع مثل قبل كيف كانوا الأظافير. نعم، يعني هي معلومات يمكن مهمة كثير، وخصوصا نحن ممكن نقرأ عن النت أو شيء، بس بالنهاية الاختصاصي دائما بيعطينا تفاصيل دقيقة. في ناس بتعمل بعض التركيبات بالبيت، يعني بتجيب هي مانيكير شفاف، بتجيب فورمول، في ناس بتحط له توم، يعني أنا صرت شوف صح صح بيجيبوا النينة بيحطوا فيها توم، ماذا صحة هي التركيبات وشو فوائدها؟ هلا يفضل إنه ما يعملوا لحالهم هي الأمور، لأنه إذا أذوا الأظافير إن كان فطور أو أي شيء ثاني يعني بنأذى، والمعالجة بدها تكون طويلة وأصعب ورح تأذيها. يعني أنا شايفة حالات وقت ينأذوا من هالقصص يمكن أحياناً بتصير مشكلة أساسية وما بتقعد بتروح، يعني اللي بنأذى الضفر وبيقبع بتتفاقم أكثر وما بتتصلح. هي شو أسبابها مثلاً؟ الفطريات هي مثلاً بين الأظافر أو الصفرار الألوان المتصبغة. هلا وقت يتركب الضفر ويتنترك بين الضفر والضفر اللي مركب فوقه فراغ ويفوت مي وتضل هي المي لفترة لبعد مثلا 10 ايام لترجع تشيلهم، عم بيصير فطر تحت الضفر وبيصير جراثيم وبيفضى وبيصير بيقبع لحاله، وبس يقبع قديش بده وقت لحتى يرجع يطلع ويطلع صحي ضفر صحي وقوي مثل ما قبل كان. فيعني دائما احنا بننصحهم انه كلنا بننزعج من هذا الشيء، بس انه يعني شوية اهتمام. ايه. أكيد دائما بتعطينا هيك معلومات سريعة ولكن مفيدة، بدنا نشكر وجودك معنا وعلى كل النصائح اللي قدمتيها. ميرسي لكم. أكيد بدنا نشكرك خبيرة التجميل إيلين الهامس على وجودك معنا، وبدنا كمان نوجه تحية لبنتك الزغنوطة. ميرسي إليك. وشكرا كثير إليك. ميرسي إليك.